All Access by Aline اليوم مع الممثلة باتي توتل الفنانة الأصيلة أستاذة جامعية بالمسرح والتمثيل. يمكن مش دايماً بتظهر على الشاشة وتحديداً بهالشق الإنساني والشخصي واليومي من حياتها آلين أزعور المر، دايماً بتقدر هيك على طريقتها تعطينا خبايا هالأشخاص اللي نحن منحبهم كتير، هالفنانين والمشاهير. رح نروح نحن وياها اليوم لعند باتي توتل. باتي توتل حالة استثنائية بعالم التلفزيون والسينما والمسرح، متعددة المهمات، ممثلة، كاتبة، مخرجة وأستاذة مسرح، وكمان هي أم. بحلقتنا اليوم رح نكون مع باتي توتل بحديث رح يخدنا على عالمها الخاص داخل مركز عملها بجامعة اليسوعية. توتل، نحن سعيدين كثير اليوم انه مستضيفينك وانت مستضيفتينا اليوم عندك باليو اس جي. يعني انت بتشتغلي هون وبعرف نحن عندك كور ونحن جايين ناخذ من وقتك. انا بدي اشكرك كثير. ابدا، انا كثير مبسوطه اول شيء اعمل هالمقابله معك، وانا بشكركم انه جيتوا لمكان عملي. انه انت بين انك بتضلك معجوقه بين التعليم، بين انك تعملي محاضرات باكثر من جامعه كمان. نعم مظبوط. مينيموم انه نحن نجي لعندك. ميرسي. باتي توتل او ماري برنادات، كيف تحب نعيط لك؟ لا ماري برنادات، بحس انه كنت معي بالمدرسه. إيه. لانه يلي بعثوا لي ماري برنادات هن ايام المدرسه. إيه. باتي حتى يعني وقت ما انا صغيره، وقت ما خلقت. طيب شو قصه ماري برنادات؟ اكيد في شيء قصه. لا ماري برنادات قال لك شو، انا بنت وحيده. إيه. على خمس صبيان. يعني لما امي حلمت بالعذراء سلم على اسمها وقالت لها رح ابعث لك بنت وسميها برنادات، هيك. أوكي. هيك بتخبر امي. فبي انبسط قال لها اذا عن جد اجت بنت بنسميها ماري برنادات، وهيك صار. وبعدين لما انخلقت كان خالي مغروم بوحدة اسمها باتي، ما بعرف لأي سبب لقبني باتي، وهي كانت وكل العالم بتسميني باتي. ما قبلتوا تسموا باتي مثل ما أنا بدي، أنا رح عيط لباتي. ومش زبطت معه. زبطت معه. أهلك من حلب؟ أهلي من حلب، أنا خلقت بلبنان. أنا يعني من أصل لبنان. إيه؟ بس جذور سورية. إيه؟ بس ليه للعمر 22 لأخذت الجنسية؟ لما كانوا يعطوا الجنسية يعني بالهين. وبال94 مع أنه أنا يعني درست هون وكبرت هون وأهلي إجوا بال68، يعني مش أنه لنا زمان بلبنان. إيه؟ يعني بعتبر حالي لبنانية أكثر. أنا بعرف أنه أنت بكل مسرحياتك بكل شيء بتعمليه بتناقشي قصص بتصير وبتصير طبعا معك وبتصير حواليك. إيه؟ كان هذا الموضوع وارد انك تناقشيه بشي عمل مسرحي؟ يعني ناقشته او بشي محاضره بتعمليها؟ لا، ناقشت موضوع انه نحن كعرب على طول، يعني قصه الهجره، قصه انه على طول يعني مع الحروب يلي صارت، مع التشنجات السياسيه، كيف كل شعب بيجي دوره، كل شعب عربي مسكين بيجي دوره انه يتهجر او بيعيش تجارب بشعه، كيف اهلي اجوا على لبنان يعني ب68، كيف نحن فكرنا، لا نحن ما سفرنا بس عشنا الحرب، وكيف اولادي قرروا يفلوا. وبمسرحيه باسبور 10452 يعني كنت اذا بدك نوعا ما حسيت اني قصرت، انه انا ما امنت لاولادي باسبور اجنبي. هلا بدنا نحكي عنه. ايه، فمشان هيك يمكن هيدي الفكره، انه ليش نحن كعرب بحاجه ليكون عندنا باسبور اجنبي تنحس حالنا بامان، تصار ما صار على القليل نقدر نروح. هيدي الفكره كثير بشعه، بتضلك عايشه بقلق انه ليه. باتي، كنا عم نحكي انه ليش نحن بحاجه لباسبور لحتى نسافر، لحتى يكون عندنا كمان نكون مرتاحين وعندنا مثل ما بيقول مريحين بالنا تجاه اولادنا. برايك كيف فينا نغير هذا الواقع؟ ويا هل ترى بما انه انت على طول مع المراه وداعمه وهيك، المراه معقول يكون لها دور بهالشيء؟ يعني هو يعني انا في موضوع هيك بحز بقلبي كمان، لانه سالتيني عن الجنسيه وهيك، طب انه ليه المراه اللبنانيه مثلا ما فيها تعطي جنسيه لولدها؟ يعني ليش هيدا يعني تنبلش نقول انه عن دور المراه، خلينا نعطيها لهالمراه حقوقها، اقل حقوقها، ابسط حقوقها، انه تقدر تعطي جنسيه لابنها. فاكيد انا تناولت هيدا الموضوع كمان بنفس المسرحيه. فاكيد انه يعني المراه دورها كبير. هلا كل واحد بيجرب يناضل على طريقته، يعني انا كنت من خلال المسرح
انت بتعرفي انه انا اشتغلت مسرح بفترات يعني اصلا نحن ما في استقرار عندنا بلبنان. مزبوط. يعني كل مسرحيه بقدر اقول لك شو كانوا المشاكل يلي واكبت هالمسرحيه، من مشاكل امنيه لانفجارات لسياسيه لحروب، لا يعني اوقات نوقف اوقات نكمل. فهيدا النضال بحد ذاته، يعني انا كامراه اصريت انه ضل عم بشتغل بالمسرح ببلد بفتره من الفترات ما بقى حدا مآمن بالمسرح، ووقفت النشاطات المسرحيه، وهلا نحن صرنا سنتين كمان واقفه من ورا، يعني مش بس من ورا كورونا، انا مش الهم كورونا، من ورا الوضع الاقتصادي والسياسي اللي عم نعيشه، هيدا عدم الاستقرار هيدا بتعب، وهو النضال انك تضلك مستمره بعمل مسرحي قادره تكمل، هيدا النضال. يعني هي طريقتي انا، هلا كل مره عندها طريقه اكيد تفرض، تقدر تفرض رأيها بالمجتمع. بنتي انت ممثله، نعم، كاتبه ومخرجه، نعم، وين بتلاقي حالك اكثر؟ هو لا بيكملوا يعني بعضهم، هيها يعني انا بلشت كممثله فعليا، يعني اشتغلت مع كثير اساتذه ومخرجين كبار يعني لبنانيه او عرب، فوق ال 15 مسرحيه او 20 مسرحيه كممثله فقط. هلا بعدين بما انه انا كملت دراستي واخذت يعني بالجامعه صرت اعطي صفوف وهيك، اوتوماتيكمان جريت للاخراج، لانه انت بتصير تديري تلميز وتعملي اعمال معهم. وعلى فكره وقت كنت ممثله كنت دائما ضلني قاعده مع المخرج واعطي افكار يعني. واعطي وكل ما في مخرج اشتغلت معه الا ما قال لي انت يوما ما رح تصيري مخرجه، وهيك صار. يعني بعدين انتقلت للاخراج وصرت بعدين اعمل اعداد واخراج، يعني اخذ نصوص اعملها اعاده كتابه الى ان صرت اكتب. يعني فانا لإلي هي يعني تدرجت فوالا، علما انه اختصاصي بالجامعه هو الدراماتورجي، يعني الكتابه المسرحيه دارسه هيدا الشيء، بس يعني مش الواحد ما بالنسبه لي مش انه هيك دغري انا قدرت بلش اكتب. حسيت اشتغلتي على حالك شوي شوي، صرت تجي ورا بعضها، لانه لما كمان بتكتبي بنفس ممثل، يعني بتصيري تعرفي كيف كل كاركتير لازم يحكي لازم يتصرف، وبيتبعوا بعضهم. أنا لقلي ما فيني جزئهم نهائيا. من خلال الأعمال اللي بتعمليها على طول في عندك رسالة، على طول في عندك إن كان وقتها بتكتبي أو وقتها بتمثلي، وعلى طول بتحس بنحس إنه عم تحكي مع المجتمع. هلأ ما بدي أقول لك، بدي أسألك من وين بتلاقي أفكارك، بس إنه نحن عنا بلبنان الحمد لله الأفكار موجودة. هيدا المبكي والمؤسف والمضحك، يعني إنه أنا ما بينقصني أفكار نهائيا. هلأ في كتير ناس بيقولوا لي إنه هلأ ليه ما شو ما عم تكتبي؟ المشكلة الوحيدة إنه مش دايما، بما إنه أنا بشتغل الكوميديا السوداء التراجي كوميدي، مزبوط، مش دايما فيك تضحك العالم على مأساتهم، خاصة إذا بعدهم فيها، مزبوط، يعني إذا ما ظهروا من ال يمكن ما يتقبلوا، ما بيتقبلوا. أي. يعني ما في شيء بيضحك هلأ، يعني عن شو بدي أحكي؟ عن الكوفيد بعد ما خلصنا عنه، عن المشاكل الاقتصادية بعد ما خلصنا، عن يعني عن شو بقدر احكي؟ يعني ما في شيء بيضحك. يعني نحن صرنا سنه يعني من الثوره ومن يعني مع مشاكل اقتصاديه، تدهورت الليره، اجاك الكوفيد، اجاك الانفجار، يعني باقل من سنه اذا بدي اكتب سيناريو هيدا الواقع بيتخطى. إذا كنت عم بتفكري شو بدي أعمل ما بتتوقع هيك يصير؟ لا أبداً. يعني إذا بقلهم لتلميذي إنه إذا عم تكتبوا هيك سيناريو أنا بقولكم ستوب، هذا شيء غير مش معقول، يعني كل هدول بأقل من سنة. شو بوسي الاتهامات موجهة لأكثر من شخص، على مين عم يفتشوا؟ لماذا حصل ما حصل؟ من المسؤول؟ طب إذا كل الوقت قاعدة عم تراقبي شو عم بيصير حواليي معي على المسرح، شو بدي أعمل تأكتب تمثل تأخرج؟ العائلة وين؟ العائلة الأولوية على فكرة. يعني خيار المسرح عدا أنه أنا شغفي واخترته وابتعدت عن التلفزيون، هو هلأ كنا عم نحكي قبل ما نطلع على الهواء، كنا عم نقول أنه قديش مهم الأم تكون موجودة الساعة 3 بعد الظهر، بيجوا الأولاد من المدرسة بتدرس بتغدي، أنا هيدا خياري، المسرح بروح عليه المساء، يعني من بعد 6:30 7 أمنت
كل وجباتي يعني كأم بحضر قبل الظهر لثلاثة وبرجع. اي قبل الظهر انا بعلم يعني بالجامعات، بعد الظهر بيجي بنطر الاولاد وعشية بيروحوا على المسرح. الاولاد بيجوا معي على المسرح، كانوا مثلا جمعه سبت ما في مدرسه ثاني يوم، هي صارت انافير فاميليال يعني مودوفي خلص مودوفي، بيعرفوا انه مامي عشية رايحه على الشغل وبيجوا على الريبيتيسيون، ممكن يجوا يحضروا وبيعرفوا انه مامي بعد الظهر بالبيت. اهم مسرحيه عملتيها شو هي؟ يعني المسرحيات مثل الاولاد، ما في حدا اهم، ما في، بس في مسرحيات كانت مفصليه يعني هيك في اشياء. يمكن مسرحيه كتبتها اخر بيت بالجميزه، يعني كثير مثلا اخذت ضجه لدرجه انه يعني لعبت اربع خمس مواسم نرجع نلعبها نرجع نعيدها. مثلا مسرحيه باسبور 10452 يلي اجت بكندا اول عرض، يعني هو ديجا انه يتصل فيكي مدير المهرجان لانه هو كان حاضر لي مسرحيه الاربعاء بنص الجمعه، اجا فجاه على لبنان برم على المسارح عم بشوف شو فيه وشاف شغلي، بعت وراي بأخ قال لي بدنا عمل للمهرجان بس شرط انه يكون اول عرض هنيك. فديجا انه ينطلب منك هيك شيء يعني تحسي أكيد. مسؤوليه ما بنسى يعني هيدي، يعني هاي اللحظه ما بنسيها. انا تمرنت هون كتبت النص انا وزميلي اجاب ديرغوغاسيون كنا ممثلين، واول عرض بده يكون هونيك، يعني الاكيب تكنيك ما بتعرف ابدا وما معي الا سبعة ايام، يعني كنت مشغوله بستار اكاديمي ما فيني روح برايمين، قدرت روح برايم واحد. فأربعة ونص الصبح رايحه على المطار اخدي على ايدي الاكسسوارات والتيب المسرحيه خايفه اذا ضاع شي شنطه اقدر البي حالي بالمسرحيه، ما فرقانه معي غير شيء. وعم بقول انه انا شو رايحه اعمل، يعني رايحه العب لاول مره قدام جمهور ما بعرفه، نص كتبته كله عن موضوع عن جد، يعني انا لاني مهاجره ولا شيء، يعني كله بار بريب يعني بار ويدير، يعني شو كل واحد شو يقول لي، يعني يمكن هيدي الاكسبيرينس انه كيف تجرأت رحت عقاب كان سبقني قبل بجمعه تيشوف شوي يحضر. هيدي اللحظه يلي هيك حسيت انه لحالي كانت كثير لحظه مفصليه. وبعدين لما رجعت كيف الضجه اللي اخذتها هونيك اجيت لهون انا يعني عامله عرض. Tu pleures parce que tu es peut-être le seul Libanais en classe. اما كيف انت اللبناني الوحيد بالصف مش عم بفهم امي شو هيدول كلهم سواح؟ انت الوحيد بين رفقاتك ما عندك جنسيه اجنبيه؟ يا عمر يا خيتي انت شو فهمك بالجنسيات والباسبورات؟ بعدين هيدا الموضوع مش لعمرك ولازم تكون فخور انك حامل جنسيه لبنانيه ولا؟ فهي هالمسرحية يمكن باعت حالها قبل ما اكيد، لانه مثل ما عم تقولي انه كلنا مني انا فكرتك انه انت كنت بدك تهجري على كندا، يعني هيدي يعني قد ايه وصل المساج حتى كلنا فكرنا انه وقت الاوقات فكرنا انه انت رح فريزر كمان فريزر اخذت هال، يعني كمان لعبت دور كثير مهم انه على موسمين يعني اكثر من 80 90 عرض بكل المناطق اللبنانيه بعده مسارح. اخر شيء اخر عرض عملته بكازينو لبنان، يعني في هيك مسرحيات يمكن تنتشر اكثر من غيرها ما بتعرفي شو السبب. يمكن السبب كان الفاصل الامومي او هيك هدول المواضيع شوي الحساسه اللي بتحاكي كلنا ان كنت بلبنان او كنت بكندا او كنت بحيالة بلد. مضبوط الهجره. شفت ثلاث اربع برادات هيك مرقين باجاج ومرة كبيرة تيتا قاعدة هيك ناطرة، كنا بيترايحة على دبي أنا بشغل، قالت طلعت فيي مثل استحت إنه هن ما جاي بشنط جاي ببرادات، قالت لي يقبروني ولاد بنتي بيكونوا اشتاقوا لأكلاتي يعني. أنا قالت لي هالجملة حسيت إنه خلص هيدا صار عندي السوجي تبع المسرحية وبلشت أكتبها. وبعدين سافرت بنتي يعني عشتها، رجعت صرت هلأ بعيشة قصة الفيلم. عشتيها بعد ما عملتيها؟ عشتها بقى ولعبتها أول مرة قبل ما تسافر بنتي الكبيرة ورجعت لعبتها من بعد ما سافرت. تغير شيء بطريقة صرت تبكي؟ قال لا ما أنا بدرام هو كنت أبكي بس إنه لعبتها بغير طريقة. شو العمل التلفزيوني اللي بتحسي هيك عمل لي كمان نقلة نوعية؟ صراحة ثلاث بنات على الام تي في هيدا بعدنا لهلا بنحب نحضره، أنا بعدني لهلا بفوت على يوتيوب بشوفه. يعني هيدا البرنامج إذا بقول لك أنا كنت من عمر البنات، يعني ما حدا بيصدق اليوم لما بيشوفوني بيقولوا يي شو صغير اليوم بالنسبة للكاركتر من قبل. هيدا البرنامج
على فكرة مش لأنه هو بس نجح كاسيتكم، العيلة اللي انخلقت والتركيبة والتصوير، 3 سنين من حياتنا نروح على استوديوهات الام تي في، ديكور ديكور بيت عادي يعني صرنا نعرف هيدا المطبخ، عشنا مع بعض يعني الاكيب والممثلين من مش من اجمل اجمل اكسبيرينس، وما عاد تلقيت هيدا يعني هيدا الجو هيدا ما عاد هيدا الفيلينغ ما عاد الاحساس. مشان هيك انا دائما بقول لهم الام تي في بيتي، يعني قد ما اشتغلت برا لانه عن جد كنت حس رايحه على البيت، وكنا نصور ببيتي. قلتي لي كنت تظهري من بيتك وتمشي توصلي دغري. خذلان عنا شو فتحه هدول، يعني مش مصدقه انه عم تقدم فحص السواقه. ولا انا، وهيدا كله فضل سمير. ما بدها هالقد يعني باردون، كل اللي عملناه انه ما بروا لبنتنا، كل اللي عملناه انه دبرنا ابو ريمو ليعلمها السواقه. ابو ريمو ما غيره؟ ايه شو بي ابو ريمو؟ كل شوفريت البلد بتحسب له حساب لما بيمشي. اكيد بدهم يعملوا له حساباتهم ومنيح كمان تشيلوا سياراتهم من الدرب لما يكون قاطع ابو ريمو. لو بتشوفي يلا اللون، لو بتشوفي السيارات كيف بتصير تفرفر لما يكون قاطع ابو ريمو. بتي انت معروفه اكيد مثلتي وعملتي مسرحيات وكتبتي، بس بتحسي جماهيريا العالم عرفتك اكثر وقتها فتي على ستار اكاديمي، صاروا يشوفوك الصغار والكبار، ووقتها كنت تعلمي وبالبرايمات يعني فتي على كذا يعني كذا جيل. صح إيه لا جماهيريا يعني اكيد بلبنان كنت اوريدي معروفه معروفه بالمسرح بالتلفزيون لانه عملت انا غير يعني غير اكيد عم نحكي جماهيريا بس جماهيريا وعربيا اكيد انشهرت كثير. بس يلي بفرحني على فكره اكثر شيء بس يسالوني هذا السؤال هو انه انعرفت كاستاذه مسرح. ما كنا يعني نعرف ما كانوا يعرفوا اساسا انه هيدي الماده بتتعلم بالجامعات، انه سي كلك شوز دو سيريو. بتعرفي التمثيل ياما اهل رجعوا قبلوا انه اولادهم يفوتوا على الجامعه، يجوا اهل يحكوني يعني انا كنت سبب اذا بدك نوعا ما انه يشوفوا انه لا سي كلك شوز دو سيريو سي اون فورماسيون مثلها مثل غيرها، انه بالنهايه انا اذا بدك خاصه للبنات انه البروفيل الام يلي تجوزت وعملت عائله وعم تمارس مهنه يعني هيك بيطمنوا لانه يعني بتعرفي نحن الدومين عندنا كثير واسع يعني مثل بحيالة دومين في اوقات هيك كلك سبيسيمين يعني بعض الممثلين او بعض الممثلات يعني لسوء الحظ انا بستحقولها بس بيسيئوا بمهنه التمثيل او لا هي سلامتين نوبل يعني وحلو. فبالتالي انبسطت كثير انه انعرفت بهالكادر الاكاديميك انه ايه. شو بتتذكري من مدرسه زهره الاحسين؟ رح اقول لك انا شو بتذكر، انا بتذكر انه لانه غير تعلمت تلاميذ بمدرسه ترجع تعلمي بجامعه كمان عملي فورماسيون ساينتيفيك على فكره. بس لا هو لانه انا كنت بحاجه لاشتغل بكل صراحه يعني انا تخرجت 89 يعني بال 89 90 يعني هدول السنتين الحمد لله يلي انخربت الدنيا. فأكيد وست أولاد والوالد متوفي يعني كان عنا مشاكل ومضطرة أشتغل يعني مثل كل أبدا فما في شيء بيتغير عنا الحمد لله. الحمد لله. فكنت ما معي سيارة روح مشي على زهرة الإحسان علم بكير كنت أخذت المات بكير وضلني مكفية على الجامعة كل سنين الليسانس الأربع سنين علمت باراليل بس أخذت الليسانس تبعيتي بالمسرح تركت تعليم المات وبعدين صرت اتعلم مسرح بمدارس وكملت المتريز والدي او يعني كملت دراستي. بنتي بتعتبري جلال خوري هو يلي هيك فتح لك باب المسرح؟ بالحقيقه ايه الله يرحمه يعني اسيتستي كلهم إيه؟ بس على راسهم استاذ جلال لانه انا كنت ثاني سنه جامعه اخذني مثل معه بمسرحيه. كان داعم كبير لإلك كثير وايمن فيه. وعلى فكره أنا كنت بالجامعة يعني بأول سنة وثاني سنة حتى يعني كتير إذا بدك تسلطوا الأضواء علي بالأدوار التراجيدية يعني إنه أنا جيت أن بيرسوناج دراماتيك تراجيك كنت كتير ألعب منيح يعني هالرجيستر هيدا. هو اكتشف فيي الحس الكوميدي وقال لي إنه أنت فيك تلعبي الاثنين وأخذني ألعب بأول مسرحية يا ظريف أنا كيف كان عمري 19 سنة أو 20 ماكسيمو يعني ورجع أخذني بمسرحية نهواند بند وبند وقفت على المسرح مع يعني وقفت مع جوليا قصار وجابرييل يمين وأنا بعدني تلميذة بالجامعة ودور صدقيني مش مهم كبر الدور مهم إنه بالصحافة ما في حدا ما حكي عن هيدا الدور يلي أنا لعبته. ف
فايه فتح لي الباب العريض وآمن فيي، كثير آمن فيي، وحتى الله يرحمه يعني قبل ما يتوفى انا اخذت كورو الاستوار دو تياتر، يعني التاريخ المال انا بعلم الكور. فبس كمان يلي كمان كثير دعمني الاستاذ رجاء عصف، كل اساتذتي مسيو ميشيل جابر ومسيو ألان بليسون بالفرنسي اللي لعبت معه، بس روجي كثير كمخرجة كثير دعمني، وأنا اشتغلت معه ثلاث مسرحيات لأستاذ روجي، واعتبر إذا بدي كنت إيده اليمين، كنت دائما هيك أقعد هو وقت كان يعمل الإخراج تعلمت منه كثير الإخراج. يمكن جلال خوري بتقولي أنت أكيد كلهم ساعدوك، بس يمكن شوي أكثر من غيره لأنه إيمان فيك كان بعدك طالعة جديد. إيمان فيي كان بعد حتى ما يعني تخرجت. هيدي هي يعني يلي أعطيك فرصتك وقتها أنت بعد منك مبينة. ما كنت عارفة، أستاذ روجي دغري يعني أنجأ. بدي اقدم دبلومي، انا كنت بدي اجله شوي لسبتمبر، يقول لي لا هلا بدك تقدمي بجوية، قال له ليش عم تزركني، قال لي هلا بدك تقدمي، خلص بدك تقدمي، وانا هو كان الباترون يعني متابع شغلي، بس قدمت قال لي لانه بدي اياكي بمسرحيه، فهمتي ليه بدي اياكي تخلصي، ودغري اخذني. بال2018 نلتي جايزه الميركس دور دوري كممثله وكاتبة ومخرجة عن عن مجمل اعمالك، بس مسرحيه فريزر كمان بالذات قد ايه بتعني لك الجوائز؟ لكن الحقيقه يعني هو يعني انا ما كثير بتعني لي اجمالا اذا بدك الاضواء والجوائز، ولا انه يا اما كنت اتجهت لل يعني للتلفزيون، لانه التلفزيون انتشاره اسرع، يعني ماني حدا انه يا لطيف بحب الضوء، بس بعترف انه كثير انبسطت وكثير عنيت لي لانه تقدرتي بعدك عايشه، انه لا تقدرت بهالدومين يلي عن جد اعطيته حياتي، يعني هيدي وقتي، انه صدقيني مش عم بحكي، يعني انا كثير حدا اجاني فرص تلفزيون واشتغل برا وسافر ومثل بس يمكن لانه كنت مجوزه اولاد وعائله وكانت العائله الاولويه، ما تركت يعني اقول انا شو بدي اروح مثلا اصور شهر شهر ونص برات، طب ما عندي وكيف بدي اعمل هيدا الشيء، ابتعدت عن التلفزيون كرمال المسرح وبارشوا، مش يعني باقتناع انه نحن بحاجه لكتاب مسرح، فبالتالي لما نتقدرت انبسط. باسبور رقم 10452 مسرحيه انت تناولتي فيها الهجره. نعم. ما هجرتي. نعم. بس تندمي بتقولي كان لازم هاجر، بتفكري هلا تهاجري؟ بقول لك شغله بتزعل كثير، يعني بعمري ما ندمت هلأ. الا هلا يعني من سنتين، يعني لما شفت انه جنى عمرنا، لانه نحن كثير متعذب بالمسرح تنعمل اسم وتنعمل مصاري، خلينا نقول الاشياء مثل ما هي، وكتر خير الله انا وصلت لمرحله انه كنت عم بقدر اعيش من مهنتي، هيدا كان التحدي الكبير على فكره مع اهلي، انا بالاول لما بلشت اشتغل كنت روح اعطي لسون بارتيكولير وضليت عم بعلم بالمخفي وقول لهم لاهلي انه انا عم بشتغل بدومين، وانا ما كنت عم بشتغل بدومين، يعني كثير تعذبت لطلع مصاري من مهنتي. فهلا من سنتين ايه يعني بقول انه يا ريت هالكاريير حطيتها بغير مكان، كانت ولو كل جنى عمرنا هيك مرسي ارفوار يروح. فمشان هيك انا يلي كنت ضد سفر ولادي، بدي اقول لك انت وكتبت مسرحيه فريزر لانه ما بكين بدي اياها تسافر لبنتي، انت ام لاربع اولاد وهلا مثل ما كنا عم نحكي ما بتتدخلي بولا قرار من ولادك، بتركيهم يعملوا يلي بدهم اياه، بس كنت ضد انهم يسافروا. الكبيره كنت ضد انها تسافر، الخناقات بالبيت وكتبت مسرحيه فريزر لان ما بدي اياها تروح. الثانيه من بعد الانفجار وطار بيتنا ومكتب جوزي، من بعد الانفجار قلت لها هلا بتضب اغراضك، عمتها بفرنسا قالت لي انا باخذها لانه كانت عامله شوك، ما بقى فيها، قلت لها شو ما كان بتدبري حالك، لو شو ما اشتغلتي بيبي سيت، لو شو ما عملتي ما تضلي هون، ما بدي اياكي هون، وهيدا اللي صار. يعني بزعل خبر هيك، وهلا بقولها علنا اذا بيجيني شغل برا يعني بتندمي انه ما هجرتي على كندا؟ كنا عم نقول انه بركي طلبت الهجره، بندم ايه، بس هلا خلص تو ليت يعني، بس ما بعرف هلا اذا بروح غير محل. بس بكل السنين اللي مرقنا فيها هيدول السنتين يلي خلوني اندم انه ما عملت هيدا الافار قبل، ايه لانه كل القطع مثل ما بيقولوا بميل، واللي قطع علينا هلا بميل تاني. لا هيدا يلي هلا قطع علينا ما منه مقبول، يعني منه مقبول،
أنا بعرف إنه بالزمانات أهلنا أوكي صار في تدهور بالليرة وصار فيه، بس يلي كان عاطت مصرياته كان بالعملة الأجنبية كان بعد عم يعني من كل الميلات عملوا طريقة ينهبونا. بيتي أنت كمان محاضرة. أنا بعلم هون على فكرة، وبعلم بالجامعة بالكاثوليك بجامعة الكاثوليك، لأنه فيه كمان هونيك مسرح، طلاب مسرح. كنت أعلم بالجامعة اللبنانية ولكن اعتذرت. بتحبي تقعد تحاوري مع الجيل الجديد كتير. تسمعي لقلون، بتحسك كل برومو بيختلفوا تلميذ، بتختلف طريقتهم بالتفكير. كل سنة بتختلف، بس من سنتين لهلأ بتحس عم بحس قديش الطلاب بحاجة لكور مثل كور المسرح. عندك طلاب عندهم ماتوريتي، عندهم حزن، وعندهم حاجة تيحكوا لماتير مثل المسرح. تتذكري شي كم محاضرة عاملة، كم مسرحية، كم عمل تلفزيوني؟ هلا بالجامعات صعبة كتير لأنه بعلم كتير يعني كتير، ويعني بشارك إذا بدك سيمينار عن الكتابة عن يعني كتير يعني بهذا الموضوع. هلا كمسرحيات يلي مثلت فيهم عندي كل بريود اللي مثلت فيها يعني أكيد يعني بين ال 15 وال 20 مسرحية هولي كنت يعني كان يبقى معي نصين ثلاثة أنا، وكنا عم بلعب مسرحية وعم بحضر مسرحية. بعدين الفترة يلي إعداد وإخراج أو كتابة وإخراج يعني حوالي ال 15 مسرحية كمان. راضية على اللي وصلتي له؟ راضية بس زعلانة لأنه كانت يعني كانت آخر مسرحية لإلي، يعني كان هيك حسيتها يعني ما بقدر اقول لك، يعني لعبت شهر، اذا بقول لك العالم هيك كل ليله نزيد فوق ال 20 كرسي، اذا بقول لك انه انا قبل الثوره كنت بايعه 15 عرض قبل حتى ما بلش، يعني هالقد كان صار عندهم ثقه فيي. لا وكان صار في ثقافه مسرحيه، ايه صارت العالم تحب تروح تحضر مسرح، وبلشت والعب من الثلاثه للاحد وسبق عروض ومفولين، وكنا بلشنا يعني كان بعده الدولار 2000 2250، انه مش مشكله يعني بعد ابوردابل، والممثلين ما حدا سالني ما حدا قال لي يعني حرام، كلهم 14 ممثل، 6 تكنسيانيه، اكيب 20 شخص، ومبسوطه قد الدنيا. فجاه يعني هاي يمكن اكثر شيء هيك دبحتني، لانه انا كنت دافعه كل شيء بالدولار، يعني كنت حاطه كل شيء تنوصل مسرحيه فيها كثير اشياء مصوره، واللي بيشتغلوا بالتلفزيون بيعرفوا شو يعني تعملي 4-5 أيام تصوير وعدد دعايه، وبحط انفستيسمون ما ببخل على شغلي لانه متوقع لأنه انت رح يعطيكي وعطي، يعني بلش يعطيني وكف ورا الثاني. ايه كف ورا الثاني، هي يعني انا تاملت انه بكره برجع بعد شوي برجع. صلنا سنتين الديكور مصمود وما حدا فات على المسرح. ما بتفكري ترجعي هلا؟ أنا بلعب كانت آخر مسرحية على مسرح الطيونة. مين بيروح هلا؟ أنت حدا بيضمن لي اليوم إنه بكرة ما رح يصير في نفس المشاكل؟ لا. أول ما صاروا الأحداث كبوا إنبلة على المسرح، على مسرح دوار الشمس، بتعرفي مين صلح الإزاز؟ مين؟ ناس بيحضروا، شخص حدا بيحضر مسرحيات بحب كتير شغلي، تلفن لي تيقول لي أنا شفت صور المسرح مستعد أقدم، نزلوا ناس بيحبوا المسرح قدموا لإزاز. يعني شوفي قديش في عالم منيحة، يعني في بعض طيبة عند العالم، بس أنا كيف أنا شو بيضمن لي اليوم إذا بدي أرجع الدولار قدي بسي، أنا كيف بسعر بطاقتي؟ بعدين اليوم العالم ما معه، ما نضحك، عندها بريوريتي هلا العالم، عندها شيء قبل شيء، وبرفض أساسا يكون التيكت تبعي غالي. أساسا التيكت ما كان غالي، يعني كان عندي سعر للطلاب، كان أغلى تيكت 60,000، يعني كان عندنا 20,000 و40,000 و60,000، هول هن كانوا أسعارنا، عم بحكيكي بال2020، أنا كيف بسعر؟ أيه. طب إذا حطيت 100,000 اليوم سوري بفضل روح يشتري قالب جبنة لأولاده. أكيد أنا بحكي هيك الأشياء مثل ما هي. أكيد ما نضحك على بعض، ما بدي فك يعني ما بدي فوت بهيدا، ما بدي أنا ماني عايشة. طيب قال لي المسرح أمن مزوتاتك وتعي العبي ببلاش، أنا شغلتي أمن مزوت؟ من بعد 30 سنة كارير شغلتي أمن مزوت؟ لا لأنه المزوت صار غالي وعم يتسعر كمان بالدولار. طب كيف؟ تا
طب معقول اسالك شو مشاريعك المستقبليه؟ ليك شفتي كيف عم نضحك هلا؟ ما بعرف بسالك ما بسالك ما بعرف. يعني لكون صريحه عيشي كل يوم بيومه. لقلك عندي مشاريع، في احتمال اذا الله وفقني يعني انه اقدر اخذ بروجي او بروجيين بس لبرا بيكون كتير منيح. ما صارت ما صارت، مثل ما الله بيريد، تركتها ربانية. ما في اقول لك يعني نحن بنتمنى انك تعملي لنا مسرحيه تعطينا الامل بلبنان، بس انه بدها مود. انا بتامل، انا بتامل يعني انا بس يزبط الوضع صدقيني اول حدا برجع بكتب مسرح، وعندي فكره وبعرف شو بدي اعمل، وبقدر ارجع العب كلوار الفرج لانه بقدر اعدل بالنص. هي كانت كلها بتصير باوبيتال كلوار الفرج، وما كنت عارفه حالي عم بكتب مسرحيه هالقد افانغارديست تنبؤيه، فبقدر اعدل بالنص وارجع يعني العب المسرحيه، ما عندي مشكله. بس يروق، بس نعرف وين نقعد مثل ما بيقولوا. خلينا نضلنا مهذبين. بنتي انا بدي اشكرك كثير، الحديث معك كثير ممتع، بدي اياك الكلمه الاخيره تكون لك. انا بدي اشكركم، وبدي اشكر الام تي في يلي عن جدك ضلت تذكرني، مع انه انا حدا ما كثير بحب الاضواء نحن يعني صرنا فتره بنجرب نتواصل معك وما كنت عم تزبط. انا تحيه لكارلا عاد، يعني بحس انه هيدا بيتي، فكيف بدي اقول شغله، كيف البي والام ما بينسوا اولادهم، بحس انه هيك الام تي في ما بتنساني ابدا عن جد. يلا ونحن ناطرينك وقت يلي بيكون عندك وقت تعملي زياره على بيتك ترجعي كمان. اكيد يعني كثير بنبسط صدقيني. ميرسي بوكو. ميرسي لك، وبنتامل تكتبي لنا مسرحيه ان شاء الله، تكون تعطينا شوي امال ان شاء الله، وان شاء الله كمان بنشوفك على التلفزيون كمان. اكيد نشتاق على كتير. فكره انا كل دعايات مسرحياتي بيمرقوا على الام تي في يعني. اهلا وبلا لانه بيتك هذا. لانه بيتي. ثانك يو سو ماتش. ميرسي بوكو. هيك كانت حلقتنا لليوم مع بيتي توتال. طاقتها الإيجابية بتخلي كل واحد منا يكون عنده الأمل، الصبر والإرادة إنه يوصل ويحقق حلمه. بيتي حلمها هو المسرح يلي من خلاله خلتنا نحلم نضحك وأوقات نبكي. أنا بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من All Access.